بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا ترى حد فيكم نفسه يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ أنا جاي النهاردة عشان أقول لكم ما هو اسم الله الأعظم. في الحديث العجيب الجميل الذي رواه أحمد وابن أبي شيبة بإسناد حسن أن أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة ورجل قائم يصلي، في واحد واقف بيصلي جنبينا، فلما ركع وسجد فتشهد ثم قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الله أكبر. يبقى اسم الله الأعظم ينحصر في تلك الأسماء التي ذكرت في ذلك الحديث، أنه قال: المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وإن كان بعض أهل العلم يرجحون أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، لكن حتى وإن لم تكن تعلم فاسم الله الأعظم ينحصر في تلك الأسماء. فإذا دعوت فقلت في دعائك: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، احفظ هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. واطلب اللي أنت عايزه، واطلب اللي أنت عايزاه من أمور الدنيا والآخرة. يقينا أنتم دعوتم الله عز وجل في تلك اللحظة باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. فيا من تريدون تفريج الكروب، ويا من تريدون الرزق، ويا من تريدون الشفاء، ويا من تريدون النعيم في الدنيا والآخرة، ويا من تريدون صحبة النبي في الجنة، ويا من تريدون النظر إلى وجه الله في الجنة، ادعوا الله بهذا الدعاء، فإن فيه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.